السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. اليوم بإذن الله حسب ما كتشوفوا في العنوان بغينا نتعلموا الطريقة الاحترافية لرفع فيديو على يوتيوب، بمعنى الطريقة الاحترافية بمعنى أنك كتصوبها من أ تل زاد حسب شروط اليوتيوب بحيث يطلع لك من الأوائل وعلى الأقل يطلع لك الثالث ولا الخامس. غادي نزيد نشرح لك أكثر. فاش كنقول لك يطلع لك من الأوائل كنعني لك في الروشيرش، في البحث. مثلا الا جيتي تقلب على موضوع معين، مثلا باغي تقلب على رفع فيديو على اليوتيوب، بمجرد ما تكتب هذا العنوان خاص الفيديو ديالي يتلونسا من الاولين. هذا هو الهدف حنا اللي باغين، وهادشي علاش حنا كنصوروا هذا الفيديو، وهادشي اللي غادي نوصلوا ليه باذن الله. اذا لاحظوا معايا، اول حاجه غنمشي لهذيك الكاميرا اللي مكتوبه فيها بلس، غادي نكليكي عليها، غادي ينزل ليا جوج خيارات، غنختار ميتر اون لين اون فيديو، تحتاني باسي او ديريكت، بمعنى الا بغيتي دير لايف. حنا باغيين غير نرفع فيديو على اليوتيوب، اذا اين فوا كتكليكي عليها كيخرج لك هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. غتكليكي على السهم كتفتح لك على دوسي معين، كتجي حتى هنايا وكتقلب على داك الدوسي فين كاين. الا كان في البيرو كتكليكي على البيرو، الا كان في التيليشارجومو كتكليكي على التيليشارجومو، وكتمشي حتى كتمشي ليه هو بالضبط اللي حاط فيه تا الفيديو. انا كنفضل انك تحطه في البيرو، دير دوسي وتحطه في البيرو وتحط فيه الفيديو ديالك. مثلا انا عندي دوسي مسميه ويب كودين، كنبقى دائما اي فيديو بعد المونتاج وبعد ما كنقادو كنحطه في ويب كودين. اما كيجي الوقت اللي خاصني نلوح فيه شي فيديو كنمشي ليه نيشان، يعني ما تبقاش عندك فيديوهات مشتتين، حطهم في دوسي بسميه القناه ديالك. من بعد ما هتدخل ليه هتكليكي عليه وهدير اوفغيغ. الان كي تيليشارجا لاحظ معايا كيعطينا مجموعه ديال الخانات اللي خاصنا نعمروها. اول وهي التيتخ، العنوان. اذا كتكتب العنوان اللي انت باغي تنزل عليه الفيديو. لاحظ معايا كتبت 16 ودرت هاشتاغ، هذيك هاشتاغ يفضل ديرها اون بليس، هي احسن من تيريويت ولا تيري اللي كاينه في السيس. اللي الا كنتي باغي دير واحد السيري متابعه مع بعضياتها ومرتبه يفضل دير الارقام. مثلا الا كنتي باغي دير الكود ديال حاجه معينه، ما يمكنش لك تجي مثلا تكتب تيتوريال كذا تيتوريال كذا، لا، خاصك اول حاجه دير ترتيب ديال الفيديو ديالك عاد تكتب العنوان، لانه احيانا كاين اللي كيقاد هكذا وما كيديرش الترتيب. اين فوا كيتيليشارجاو لي فيديو ديالك ما كيبقاش يعرف الاول من الاخر، كتكون قادم حتى في البلاي ليست ها الاول ها الثاني، ولكن فاش كتيليشارجاو كيبقى يعرف الاول من الاخر. الان الخانه الثانيه عندنا هي ديسكريبشن، او اللي كنقولوا ليه حنا غالبيه المغاربه صندوق الوصف. دائما كيقول لك نزل صندوق الوصف. ما معنى صندوق الوصف؟ صندوق الوصف كيوصف الكونتنت او المحتوى اللي انت داير في هذاك الفيديو، وبالتفصيل اشنو انت كتقدم لينا في هذاك الفيديو. اذا كتكتبوا بالتفصيل الممل وضروري الا بغيتي الفيديو ديالك يطلع. اذا ما تسناش تفتح اليوتيوب هكذا عاد تبدا تفكر وتبدا تقاد. ديجا كون قاد دوك كتلاحظ معايا انا ديجا مقاده المسائل، كندير لها كوبي وكنمشي نحطها ديريكتوم، يعني ماشي تنبغي نحطو ونبقى عاد نكتب ونبقى نيشان كون داكشي مقاد. الان عندنا هاد مينياتور، كيف تشوف ما معنى مينياتور؟ الدور ديالها هو الصوره المصغره فاش كيكون لي فيديو في اليوتيوب، كتشوف لي زيماج اللي هما كيشجعوك باش كتدخل. اذا دائما ينصح تكون عندك الفيديو ديالك تقاد ليه صوره مصغره. انا كنستعمل اكس دي وكنصاوب الصوره ديالو. اللي ما عندوش اكس دي ولا الفوتوشوب ولا الالستراتور غادي تسهله، حتى اليوتيوب كيعاونك. اليوتيوب كيختار لك تلقائيا ثلاثه لي زيماج كي كتشوف معانا من الفيديو ديالك، وانت كتختار احسن ايماج عندك اللي ممكن تعرف لك الفيديو ديالك واللي ممكن تجلب لك المشاهد كتكليك عليها. مثلا بحال هذه اللي كليكتي عليها هي اللي هتبان. الان الا كنتي مقاد ايماج كتكليكي هنايا، كي قلت لك دوسي سمي سميه الشان ديالك، كون قاد فيه مقاد فيه سواء لي زيماج اللي تخدم بهم ولا حتى الفيديو اللي باغي انت ديرو. الان هاد الخانه اللي كتشوفها معايا اللي سميتها البلاي ليست، ما معنى بلاي ليست؟ اين فوا كيكون
يكون عندك مجموعه ديال لي فيديو اللي ليهم نفس العنوان مثلا غيرهم مقسمين هالاولاني هالتاني وما غاديين في نفس المعنى، اش كدير؟ كتشدهم وكتجمعهم في واحد السلسله او بلاي ليست بحيث كتقرا لك الاول كتبعو الثاني باش الانسان ما يبقاش يقلب على لي فيديو ديالك. مثلا تفرجت في الفيديو الاولاني وبغيت نتفرج في الثاني، ما نمشيش ندخل لي فيديو ونقلب على الثاني باش تكون في البلاي ليست، نمشي ندخل لانيشان ويكون عندي هذوك 15 فيديو ديالك مثلا وندخل ليهم ديريكت. الان كي تلاحظ كيظهروا لي جميع لي بلاي ليست اللي عندي، انا ديجا دايره وحده مسميها ليرن بوستراب، كنجي وكنكليك عليها كي تشوف وكندير اوكي، بمعنى بغيتو يتحط ليا في هاد السيري اللي هي ديجا انا مقادها. الا ما كنتيش مقادها ديجا كدير نوفيل بلاي ليست كي تشوف معايا، كتكليكي على نوفيل بلاي ليست كتعطيك غير التيتر، هي راه غير العنوان. هادي اشبه بواحد الصنيديقه تجمع فيها العناوين او الفيديوهات اللي عندهم نفس المعنى، فوالا، وكدير عليها اوكي من بعد ما كتكتب التيتر. انا ما باغاش ندير واحده جديده، انا غير وريتك. من بعد كتجي هاد المرحله، هاد المرحله كتخضع للنظام كوبا. ما معنى كوبا؟ هاد كوبا ظهر غير في الاونه الاخيره انه كيحرص على رعايه الاطفال والامان ديالهم، بحيث ان هذاك الفيديو اللي هترفعوا اليوتيوب خاصني نعرف واش ممكن يتفرجوا فيه الاطفال ولا لا، عطيك واش هذا المحتوى ديال الاطفال ولا ماشي ديال الاطفال. كتجي من بعد ليميتاج بلا ما دير حتى حاجه، انا كدرت ليميت فوق 18 وطرا ليا مشكل، هادشي علاش دير غير نو وقف غير الاشاره فقط. راه الا قلتي راه ماشي ديال الاطفال راه خاصك شروط، من بين الشروط ما يكونش فيه صور الاطفال وما يكونش الكونتنت ديال الاطفال، ماشي تجي حتى حاجه فيها كونتنت ديال الاطفال ولا دير واحد الفيديو عامر بليزيماج ديال لي زونفون وتجي تقول لي لا راه ماشي ديال الاطفال. راه اليوتيوب والالغوريثم كيعتبر ديال الاطفال، اذا الا ما كانش لي علاقه بالاطفال حرص ما يكونش مصور فيه شي طفل وما يكونوش فيه ليزيماج ديال الاطفال وتي الكونتنت ما يكونش ديال الاطفال. فوالا، هو تلقائيا كيدير هذه تما. الان هاد لي تاك هما اللي كيطلعوا لك الفيديو. ما معنى هاد لي تاك هما اللي كيرفعوا لك الفيديو؟ هاد لي تاك هما اللي كيقولوا لك مثلا البحث الناس اللي كتقلب في اليوتيوب اش كتكتب وهي كتقلب على الفيديو ديالك. مثلا انا دايره بوستراب، كتجي حتى كتكتب العنوان ديالك في واحد السيت ويب انا نوريه لك، ينفو كتكتب العنوان وكدير اونطري كيخرج لك الكلمات اللي كتدخل في جوجل فاش الناس كتكون تقلب على هذا الموضوع اللي عندك حتى في الفيديو ديالك، كتهزهم وكتحطهم مباشره. لاحظ معي الان الفيديو ديالك عندك الحق وهو خدام، يخرج عندك بعض الفيديوهات كدعايه ليك، بمعنى انك كتحفز المشاهد باش يشوف هذا فيديو عندك. الان كي كتشوفوا هنا عندنا عده طرق باش يطلعوا الفيديو، كاينين لي سيركل وكاينين لي تريونغل، حسب انت اشنو بغيتي تختار. كنجي هنا كنحدد انني فين بغيتو، واش بغيتو في الدقيقه 15، واش بغيتو في الدقيقه 6 ولا 4 ولا انا غنديرو على الاخر، لان هذا تيتوريال كنشرح فيه الدروس، يعني لا داعي نجي ونغطي لك الكور وانا كنشرح. اذا ديت الاخر، لاحظ انني خديتو الاخر، غنختار هذا الشكل مثلا حسب الذوق ديالك وانت اشنو بغيتي، ماشي مشكل، كليكي عليه فوالا. الان خرجوا ليا دو تريونغل حدا بعضياتهم، جوج مستطيلات. الان باش نحدد اشنو انا باغي تحط في هذاك المستطيل، كي تلاحظ معايا عندي هذاك المستطيل اللي باللون الازرق هو اللي باغي نحدد فيه الفيديو. الان لاحظ انه بالاعلى عندي ديغنيغ فيديو ميز اونلين، بمعنى اش كيقول لي اخر فيديو بعد هذا الفيديو اللي تحاطه، وهذيك هي الافضل، ولكن انا بغيت نوريك كي كتختار اشنو ندير. غادي نمشي سيليكسيوني ان فيديو سبيسيفيك، اذا غادي نكليك عليها، هذيك تعطيني الحق باش نمشي نختار لي فيديو اللي عندي في البيسي. لاحظ الان عندي مجموعه ديال لي فيديو، اذا اختار منهم حسب انت اشنو بغيتي. اذا هنا كيخرجوا لك الفيديوهات اللي انت ديجا حاطهم في اليوتيوب اللي انت ديجا امبلوديتيهم. اذا لاحظ اختاريت واحد، انا بغيت نوريك طريقه اختيار، ولو انني كنفضل هاد ديغنيغ فيديو ميز اونلي، يعني الفيديو اللي غنحطو من ورا هاد الفيديو اللي كنقاد فيه الان يجي مباشره، بحيث واحد ورا واحد
لان انا كنوريك في حاله الا بغيتي دير فيديو ما عندوش الترتيب هنا الا بغيتي تموديفي كليكي على هذاك البانتيغ ولا القلم. اذن هندير انغيجستري فوالا. الان كي كتشوف هنا عندك الحق تموديفي اشنو بغيتي يطلع لك من لي فيديو كدعايه او باش تشجع المشاهد. من بعد فوالا هو داز طاحت الفيديو عندنا تحط. احيانا كيكون باقي مكملش تيليشارجمون وكيكون مثلا 95 ولا شي حاجه ماشي مشكل. اذا الا بغيتي تموديفي كدير هذاك القلم كتكليكي عليه باش كدك تموديفي. بغيت تدخل اليوتيوب تشوف في اليوتيوب كليك على اللوغو ديال اليوتيوب. لاحظ هو الفيديو ديالنا غنبينو لك في النهايه. لاحظ ها هما الاختيارات ديالنا اللي اختارينا ديال الفيديوهات اللي بغيناهم يظهروا. الان لاحظ معايا بغيت نوريك في حاله الا بغيتي تختار اخر فيديو اللي تحط غنوريها لك. لانني الان وريتك طريقه اختيار الفيديوهات ولكن الان غنوريك مثلا حطيت الفيديو رقم 15 اذا هنحط 16 باغ ديفو لان 16 باقي ما حطيتوش لان غريب الترتيب. اذا غنكتب ديغنيغ فيديو ميز اونلي لان قلبت على 16 ما لقاش في اليوتيوب لانني باقي ما حطيتوش. اذا كنكتب قول لي الفيديو اللي غنحطو ورا هذا هو اللي يتحط باش يمشيو ليا بالتتابع. مثلا انا نتفرج في 15 اكيد راني محتاجه 16 باغ ديفو نحطهم هنا. الا بغيتي تموديفي لاحظ معايا لانني ما لقيت ليه الصوره المصغره. اذا غنختار هاد الصوره المصغره من بين الصور اللي اختارهم ليا الالغوريثم ديال اليوتيوب وندير فوالا. الان سالينا وراك شتي في اليوتيوب عادي. الان من بعد ما سالينا رفع الفيديو ديالنا في اليوتيوب غنمشيو نشوفو هاد الفيديو اللي حطينا واش غيطلع لينا في اليوتيوب من الاوائل. اذا نمشي نكتب سميتو بوسترا بربعة اذا لاحظ معايا انه جاني في المرتبه الثانيه. اذا باش يجيك في المرتبه الثانيه راه حاجه مزيانه. اذا هذا كيدل على ان الطريقه اللي وريتها لكم ناجحه وكتطلع لك الفيديو ديالك اما الاول حتى الخامس او الرابع ماكسيموم. اذا كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.